كي هرس لي القرقاع، راه بغيت ندير واحد الطورطة. شوف واش دار، شوف جا طالع عليه الدم، تيبرد فيه في السم. هادي سباكي لا مانو جاك تمام. شنو دار؟ بودروس اوكي جات نورمال المشكل. لا قال لك نورمال عشويه ديال الحموريه، ولكن راه تيهرس. شوفوا شحال هرس، شوفوا شوفوا هانتو كلشي، هادشي راه هرس. برافو غراتسي. هرسنا هاد الكركاع، ها هو هانتوما كيف ما تشوفوا معايا، وهنايا عاوتاني غنخليه هنا وغنبدا. اول حاجه غندير هي هاد البرتقال، ها هو كما كاين عندي هنايا، والحامض. عندي هنا ثلاثه الحامضات جاب جاكمو من البالكون، ها هما. هادو راه حامضات بلديات، وهادي حامضه نورمال باقا ما طابتش، باقا خضراء، ولكن قلت ليه معليش. عندي ثلاثه البرتقالات، وعندي جوج فرجلات، يعني غندير لكم الطورطه ديال الفرجل. اول حاجه غندير غنحك هاد الحامض هذا، غنحكو ثلاثه، اللي بغا هذا القشور ديالهم باش غادي نسم بيه. هنا صافي حكيت هاد ثلاثه سميتهم الحامضات، ها هما. وغادي نديرهم هنا في هاد الطبايصيل هذا، نوضعهم هنايا. وغادي نجي دابا للشفرجل. الشفرجل حتى هو غادي نحكو، ولكن هادو غادي نقسمهم باش نعصرهم. غادي يعصرهم ليا جاكمو هادو بليسيمو. شي شحال زوين هذا ديال البالكون، بيان ديزاين. عمر بالزريعه جاكم الحاجه، لما صابش فيها زريعه ما كتعجبوش. لينيا ديال الميرابي. ايه صافي. وغنجيب هاد جوج فرجلات هكا موصولين نقي مزيان، ولكن هادي غنحكم بهاد الجهه لا بارتي اللي البيضه هي كامل هكا حتى تنحكهم. جاكم غيدوز يعصر ليا هاد جوج حامضات غيديرهم ليا بوحدهم، وغيعصر ليا هاد ثلاثه البرتقالات غيديرهم بوحدهم. جاكمو مي سبريمي كويستي. اوكي هانتوما حكيت غير الفرجل الاولى، باقا ما كملتهاش، هو باقي لهذا الشيء الدخلاني ديالها وكلشي باقا هكا. وغادي الحامض ها هو هذاك الشيء اللي عطاني. المهم حاولوا نتوما ديروا نص كاس، كملوه بالماء هكا، وغادي نوضعوه هنايا في المقله بالشكل، وغادي نخوي عليه الحامض صافي. وغادي ندير معاه السكر، معلقه ونحش شويه هكا صافي. وغادي نحركو كلشي هكا، ونزيد الاخرى حتى هي، نزيد هاد السفرجه الاخرى، نكمل هذيك ونزيد الاخرى ونوري لكم. صافي هنا درت الشفرجه كله هنايا، وغطيته بداك الحامض. ها نتوما شفتوا داك شويه ديال الحامض، ها هو صافي. وغادي درت معاه داك شويه ديال السكر، وغادي نخليه دابا هنايا على نار متوسطه حتى تسخن ليا المقيله، وغادي نحط النار ونخليه يطيب. وانا غندوز العجين ديالي، خليه هذا هكا، غنغطيه، نجيب الغطايه كوبيركيو صافي. هنا وتنجي لواحد البول وغندير فيه جوج بيضات بسم الله، غندير معاه واحد قريصه ديال الملح غير شويه، غادي نخلط هاد جوج بيضات هكا. يربي خرجت لي البيضه ديالها مشيت تراكم. هاديك تسكن فيها الوسط تخلط مزيان تتعاونك صافي. تنحركها واحد شويه هكا، وغنضيف ليها، ميمكنش ندير العسل لان غطيب هادي وغادي يتسمم لينا العسل وغيتحرق. غندير حتى هنايا واحد معلقه ونص ديال السكر هكا، سكر اصبر. وغادي ندير الزيت، هاد الكاس هو باش عبر، غندير النص ديالو ديال الزيت. اللي بغات تعبر دير واحد 100 امال، هاد راه تيهز ميتين، غير غندير النص ديالو. هنا العصير ها هو، نفس العملية غندير نص كاس، نخوي هنا باش نشلل هاد الزيت. ندوب مزيان هاد السكر،
وغادي ندير هنايا هذا النص ديال هذا ولا اكثر من النص ديال القشور ديال الحامض، نخلط ونبدا ندير الدقيق. دابا هذه السميده الحرشه، سميده كومبليس، سميده انتغرالي، هاي شفتوها كي دايره. صافي غادي نبدا نخوي وغادي نخلط. غنحيد هذا دابا لان العجين غادي يقصح، ولكن قبل ما نكمل هذا الشيء غادي ندير هنايا انتم شوفوا معايا بيكربونات الصوديوم، هكا ديال بيكربونات الصوديوم، ونزيد عليها الخل ديال هذا الشوك الهنديه ديال الكرموس ديال النصارى. صافي غنخوي كل شيء هنايا هكا، نزيد نشلل هذه واحد شويه. صافي وغنجمع دابا كل شيء هذا الشيء بيديا، هذا العجين هذا باش غادي ندير واحد العجين يكون شاد راسو. تمام، مع السميده تتشرب غتزيد مازال تشرب ليا هكا، ونخليها هنا ترتاح واحد شويه. غنجمع انا كاع هاد الروينه اللي حدايا وغادي نرجع معكم. هنا عبرت نص كاس ديال الكركاع، نفس الكاس باش عبرت في الاول، ها هو درتو هنايا وبقيت نركك فيه بهذا الشكل هذا كاع قطعتو. صافي وغادي نجيو هنايا للمقيله، راه اكثر من نص ساعه وهي تطيب هنايا هكا. طيب الغطايه هانتوما شوفوا معايا تيكون نشف، بارقي ما طابش، ماشي كونفيتير ولا ماشي هكا خصو يكون الكونفيتير، ولكن راه بارك عليه. غادي لان مازال غطيب عاوتاني في الفرن، وذقتو عجبني هذاك المذاق ديالو. اللي ما كتبغيش الحامض تكثر السكر، دير فيه السكر تكثرو باش تحليه. صافي وغادي ندير فيه هذا الكركاع هذا وغنخلط كلشي، وغنطفي البوطه دابا، وغادي نزيد عليه هاد القشور ديال الحامض هادو، تا هما غنيين بهذيك الزيوت الطياره اللي فيهم، تا هما صحيين وزوينين. وغادي نخلط كلشي هاد الشيء مزيان. صافي هنا خلطت كلشي، غادي نجيب واحد الطبق فاش غادي نديرو هنايا هكا باش غادي نزلعو فيه ونخليه يبرد، نخليه يبرد ليا واحد شويه ما يبقاش سخون باش ما يخسرش ليا العجين. نخرجو برا ونعطيه لجاكومو، غنقول ليه بقى تحرك فيه تما حتى يدير حتى يبرد. مكسرات تتكون دائما اختياريه، تيكون دائما الاختيار ديالكم، اي حاجه بغيتو ديروها ديروا. انا كيعجبني الكركاع تندير الكركاع. صافي غنبردوه دابا برا وغادي نرجع للعجين هنا. صافي خليت هذاك الشيء تيبرد، وجيت لهنايا تجيبوا واحد الورق ديال الزبده، ما كنستعملوش ولكن كاينين الحالات اللي يعني ضروري خاصني نديرهم كنديرهم فيه، ولكن هذه ماشي ضروري ضروري باش نسهل عليا العمليه. صافي مره في العام ماشي مشكل، المهم هو ما يكونش يوميا. صافي وتنجي هنايا لهذا العجين ها هو، وغادي نهزو شتو تيكون شرب هي، ونهزها ونوضعها هنايا. هاد الورق تتقطعوه على حساب بغيتوها رقيقه غليظه كما بغيتوها نتوما. غتشوفوا السمك ديال ديالي انايا دابا، هادي هادي راه درت فيها تقريبا شي شبر، تقريبا جوج شبوره ما بقى ليها والو، جوج شبوره. صافي وغادي نحاول دابا نقادها، نبسطها كلها هنايا شاد راسها مزيان، نبسطها هكا هنا. صافي قديتها وحاولت من الجوانب ديالها من هنايا هكا نرققها. صافي وتنبدا دابا ندير هكا، بغيتو تعبروا خفتو ما تعرفوش العبار ديروا هكا، ها ديروا جوج ديال الصبعان وشرطوا هكا، بداو تتبعوها كلها تتديروا ليها هاد العمليه هادي، جوج ديال الصبعان وشرطوا هكا، غنستمر هكا تتندور بها كلها. اوكي هيا جريتها هنا في هاد اللاطه هادي، تنجيب دابا الحشو، الحشو ديالها هو هذا، وغادي نوضعو هنايا الوسط، نحاول كاع نرتبو في الوسط ديالها. صافي هنا بعد ما درت ليها كلشي هادشي الوسط، توصلتو لعند الحاشيه ديال التنيات ديال هذا سميتو وهاد الطورطه هادي، وغادي نبدا نهز دابا بسم الله، تنهز هكا هاد الحاشيات ونطلع لهنايا هكا، واللي طلعتها تندير ليها هكا
تنعاون بهذا السباتيل ما العجين شويه مطلق وندير هكا. العمليه ساهله مع هذا العجين هشيش فيه الزيت بزاف تيجي زوين تجي هشيشه وزوينه هذا النوع هذه هكا صافي. غنستعمر دابا هكا غادي نقلبهم كاملين صافي. تنجيب القرقاع هاد الشيء الطريفات ديال القرقاع وتنحاول كاع نديرهم ليها هنايا مع الجوانب ديالها بهذا الشكل هذا نزيد نشارجيها اكثر باش تجي صحيه وجد غنيه هكا. نستعمر هكا هنا هي من بعد ما وجدات وغندخلها دابا للفران على درجه حراره 180 غنخليها ماكسيموم 21 دقيقه وغادي نخرجها ونوريها لكم. ولا برونتا برونتا برونتيسيما بليسيما واجدة صافي شتو ما شاء الله كي دايره هاي بقى سخونه حلواتها تبرد عاد باش غنقطع عليكم. اللي تتاكل سكر كلاصي ترش عليها سكر كلاصي من الفوق ديروا ليها. انا ما غاديش نديرو غنخليها هكا على طبيعتها نخليها تبرد بعدا واحد شويه. هنا الطورطه غطيتها بهاد المضيله هذه ديالها خليتها هنايا بردات مزيان انتما شوفوها معايا. دابا عاد واش غادي نقدروا نقطعوها شوفوا ما شاء الله كي تجي بالشفرجل جيت صحيه. هنا انتما الشفرجل دابا راه وقته موجود شوفوا معايا نقطعوا واحد الطريف فوالا صافي. هنا تنهز هذا الطرف ديال الطورطه هكا شوفوا معايا كي تجي راه تجي شي شرائعه تدوب في الفم شوف كديره من الداخل ديالها تجي زوينه بزاف ومقرمشه شفتوا منا كيفاش مقرمشه. انتما دابا عاد باش غادي نجربوها ان شاء الله بسم الله شوفوا معايا شفتو من التحت كي دايره وجد صحيه لي بات ديالها بسم الله. تمنيتنا الاعجاب ديالكم جربوها في البيوت ديالكم شجعتكم القناه والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوش لايك وبارطاج طوب صراحه طوب ديال الطوب انتم رائعه رائعه بزاف ماشي شويه.